ازيكم شو عاملين ايه؟ معكم محمد كوندو حسن. النهارده احنا في تقريبا احنا ايه اه احنا في ماينكرافت زي ما انتوا شايفين. دي بلوكة اليقطين، انا لسه واخدها. والله ما عارف البلوكة دي بتصنع ايه، بس تقريبا مش بتصنع حاجة. احنا عشان البلوكات اليقطين ده ممكن اعمل بيها شكل البيت، يعني فاهمين. اهم حاجه تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه وتعملوا زر التنبيه توصلنا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بينا، يلا. حظي حظ مقلوب طبعا، انا ببني بسرعه هنا بسرعه وبر حركه صاروخ اخرى مدن السريع. ايدينا السريعه، ايه ده؟ شو طبعا حسابهم مش معانا حاجة، بس عشان بس تعرفوا من اول مرة. مش ما تعالي نجمع دوت ولا لا؟ لا مش واثق يعني احنا يعني انا بلعب بقيت لعيب هذه. لا يلا 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 يلا. ايوه كده يا ليوب. انا خدت ستيك يا شباب، والله خدت ستيك اهي ستيك. انا جمعت 12 واحدة بس اخرى مرة. هنبني فين؟ نطير عند الاقطاني والطيش. هون جاي بنت انا ستيف، يعني ايه ستيف؟ ايه ابن الازينة. بس ان شاء الله يا شباب منكم قنابل المجنون هنا. بس الاول بس اعمل فيديو، لوز اعمل له فيديو تاني وهتلاقوه حرف القنابل. القنابل تمانية وأربعين واحدة حلوة أوي. 48 دول نافذين. كات كرافتنج، عايز اصنع ستيك تقريبا. طيب هات سيف. اوكي هذا الشيست. وسبعة وثلاثة. اوكي هذا ستيك. اصلا مثلا دوت مصنع لنا، لا نصنعش دلوقتي. يلا اوكي هنعمل مثلا فين يا شباب؟ طبعا خلطت انا الحاجات ديت، طبعا التكسير فيها سهل يعني مش صعب. يعني انا بس انا عملت كده هتبقى سريعة. انا باخد شوية بلوكات اقتراض، ممكن اعمل بيها شكل. غير من البلوكات اعمل بيها البلوكات التانية ديت، بس هما بلوكات كتيرة يعني يكفوني، بس اعمل بيهم منظر يعني اعمل بيهم ارضية اللي هما سيلز كده كده. هتلاقوا عشان تشوفون وانا باكل الفراخ يعني. طبعا عشان انتوا عايزيني اعمل اقوى متفجرات توصل لي 100 الف.
مشروف عليه أقوى المشاهدات في العالم. عشرة حلوين يعني، 11 كده تقريبا، معايا 42 واحدة، 3 4. اوكي يلا بقى نبني قبل ما النيل يهد علينا. نعمل بيت على قدنا يعني، نحوش البلوكات ديت يا شباب، نحوشهم بس. طبعا خشب صعب شوية عليا، ستيك انا غير من ستيك انا واشتري. تعالوا يا شباب ممكن اعمل لي بيت على قدنا وبعدها نكبره ونعمله. يعني نحوش 19 بلوكة دوت، نحوش 19 بلوكة، نحطهم بدون باب. اوكي طبعا ده بيتعمل بالريدستون، ده بيتعمل بالفحم، ده كل حاجة عايزة كرافتنج. كرافتنج بقى بالنسبة لنا اي حياة. السلام عليكم. ممكن نصنع دوت، نصنع دوت، شكرا. عايز باب، يا لهوي الحقوني يا شباب، انا ايه خلاص عامل ايه 14 بلوكة، مش مشكلة. نحن هدابح الحمد لله، انا لسه في امان. ايه يا مان، بس لك واحتاجها بس بصراحة برضو البيت ايه محتاج خصوصية يعني، انا برضه بحب امشي حالي بايه ده صغيرة وستك. طب برضو يعني نمشي حالنا شوية مع البلوكات اللي معانا يعني. اوكي مش مشكلة بقى، نتعايش كده، نتعايش عبالنا بقى وربنا نمشي حالنا يعني. اوكي هنطول ننام، نسيت حاجة واحدة، حاول نكريت ماشي. هو قال لكم اهو شباب نمت،
يلا عشان ننام. صباح الخير، صباح النور. نفتح البوابات كده ويلا تعيب. نرجع نبني بقى زي ما احنا عايزين. اوكي اول بيت محمد الكوماندو عمله في الشرق الاوسط. اول بيت الشباب محمد الكوماندو يعمل جست عطلنا كبار كده، ده البيت صغير. اوكي الحمد لله. يعني البيت يا شباب ايه يعني اخدنا يعني فاهمين ازاي. هنحط هنحط السيف. الحاجات دي بقى نحوشها معانا. يعني ايه كده؟ أمنت بيتي، أمنت مستقبلي، تقبلي. طبعا انتوا عايزين تتعلموا هذه التعليم انا اعلمها لكم. يلا بقى ارجع لايه بابل. يلا جو. سريع هنا هنا. البتاع تقل شوية كان في الأول سريع. طبعا ممكن أكبر البيت كل ما جمع خشب وكل ما تعدل حياتي تتعدل اكتر ولازم تعيش اكتر فاهمين. طبعا انا لحد دلوقتي مموتش الحمد لله. يعني بيتي في الامان، يعني امان يعني كبير او كبير يا شباب بس شوية يعني. يعني هو كنت في الاول يا شباب بصنع بيوت كده 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 دلوقتي بقيت اصنع كده. يا لهوي قرب اخلص اخر حاجة واخلص. بس طبعا انتوا عايزين منه اجزاء تانية واحسن يعني. طبعا بدأ كل ما شاب نستخدمه اكتر بيضعف سرعته بتقل. تمام 18 واحدة. اوكي حلو. نسيت اقول لكم بيتي فيه كل الحكايات اللي انا عايزها عشان كده حاطط فيه دول. السلام عليكم كرافتي كده اقدر اصنع كل اللي عايزه. ايه ده؟ اوف طيب يا عم شيل. طبعا حياتنا هتتعدل اكتر هتبقى حلوة يا فندم. لا هتتعدل هنجيب حاجات اكتر فاهمين يعني فاهمين قصدي.
هي عايزة حاجات كتير. استنى انا كنت عايزة اشوف الكروم، كنت عايزة ايه؟ اكبر البيت. ايوه الله عليكم ستيف، عايزين نصنع. عايزين نصنع اصلا محي من دوت بجاكس. بس اوكي انا جينا هنا عشان اعمل بجاكس. لما مثلا بتاع دوت دوت بتاع خلاص حوشه، سيب الستيف دوت، سيب دوت بتاعه. احنا لسه ايه قادرين واحنا قدها يعني. بس دلوقتي هنعمل دلوقتي هكبر منه نص، يعني مثلا هنقوم عاملين كده كده، يعني نكبر كمان خطوة يعني. بس طبعا هفتح ايه طبعا، انا هسترجع كل البلوكات اللي هي كده عشان تبقى. طبعا احنا كبرنا دي حاجة كويسة جدا عشان نعرف نتعايش، نعرف نمشي في البيت نفسه. عشان نعرف نعيش في البيت سهولة يعني. طبعا كده المفروض يعني كبرت سنة، بس لسه بيه عندي شغلانة تحسين مرة. اوكي هنضطر ان احنا نكسر كل البلوكات ديت وارجع لكم عشان بص رجعت دلوقتي وهتلاقوا البيج من جوه كبير جدا. يعني اقدروا قولوا اللي هو فتحت ايه الحاجة الجديدة الدوت كده. وده احنا عندنا حاجة جديدة طبعا، يعني الدنيا بقت واسعة شوية، بقت حلوة يعني. الدنيا حلوة. ايه ده؟ ايه يا شباب؟ استنى تحاول كريتيف. ايه ده؟ وانا واخد بالي وانا بس هيقلي. فين بتاعت النضارة؟ اكتشف يا شباب بعدين. ايه ده بيت منور؟ يلا ننام كده كده المصحة تحاول تسافر يعني مش محتاجة. طبعا ميت ايه مش بيقول لي استنى شوية كده.
هم نم 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 نم. صباح الخير، ايه اللي طلعني؟ انا محتاج الترش على فكرة. استنى، ايه اللي جاب الترش اصلا عندي؟ ده انا لسه حاطط واحدة هنا اكيد اهي. كده كده الدنيا فول السمباثيك. طبعا انا بيتي، طبعا انا عايش في هذه القرية متواضعة كبيرة. يعني يا شباب، بيتي بدأ ايه اقول لكم، بدأ بيه يعني كل ما اكبر بيتي يا شباب كده كده. اصلا انا مش عايز اجيب يعني كيس من عندي. انا ما تحاول، وانا قلت لكم ايه صح. استنى هنعمل كده. هدول برضو نحوشه، يبقى عندنا بقى، عشان يبقى عندنا بقى. تعال تلاتة يوانا كده، دنيتنا فل السمباتيكي 100%. حياتنا والله ماشية ماشية ايه بالأول والآخرة يعني، الحمد لله يا رب، يعني الحمد لله بيتنا كبير. يعني انا يعني كل الشباب هبدأ اكبره ونرمز بسقف، يعني احنا علقتنا كبير. طبعا اتوجهات سريعة، طبعا هبدأ اعمله في شكل لون تاني. يعني طبعا مش محتاجة اعمل سيوف وحاجات، انا عملت كده كده، عملت اللي انا محتاجه يعني كده كده. اصلا مش محتاجة السيوف كده كده بنام يعني. اوه شجرة طحينة، لا حلو، شجرة طحينة شجرة طحينة. طبعا يا شباب هبدأ أعمله، هبدأ المرحلة دي هعمل فيه سلم وأكبره. يا ترى ننجح ولا لأ؟ طبعا السلم هيكون اوكي. ركبته عليه فعملية تنشر من ده وتتنشر من ده. حلوة اوي. يعني احنا ايه برضو حالتنا مش ضبطت يعني، الحالة مش كويسة.
تحت تقريبا من هنا ستيك وحكايات، يبقى شجر وستيك. مش مزيد الجزء بلكو يعني، بس سبتنا قولوا ما شاء الله يعني قدرنا نحقق البيت الجميل في صفر. طب انتوا عايزين اعمل لكم بيت اكبر من كده؟ هعمل رفر السرير يا جماعة، يبني هذا السرير اللي جابه هنا. استنى استنى، احنا عايزين نشتري زيكم. يعني مثلا عملنا السلم دوت، يقوم واخد كوبشة ده طبعا. كشوية البركات دول ما عارفش اعمل ايه، بس اوبا بس تنجح. انا بعمل هدية طبعا، اكيد سلم ملوش لازمة. هو لما اي حد يطلع على السلم اجيب كل البلوك 53 بلوكة يعني. اوكي حلو قوي، هنيجي لو كده تبنيها من تاني. هنبدأ بقى، هنبدأ نعمل ايه يا ترى؟ لا نعمل كده عن البيت تقولوا لا ليه؟ للقيمة يعني كبير اه، بس برضو حققت يعني جميل يعني. مش مشكلة يا شباب، بص اهو من الاخر يعني هو بيت ان شاء الله يعجبكم يعني. كل ما نطور كل ما نبقى اقوى. اقدر اقول يا شباب كده لما نعمل بتاع ونظبط الدنيا عندنا هضطر اخدت في حالة النهاردة كده كفاية قوي، عشان ايه خليت البيت ايه والله موز بيت حلو قوي يا شباب يعني. بيت كده لايك، بيت لايك يعني. مش لما تيجي تبصوا يا شباب كده انا قربت قربت خلاص احقق ان انا كنت عايزة احققه وكنت حققته بالمهمة السريعة. 24 بلوكة طبعا ده الدور التاني يعني فاهمين، اول مرة وانا كري اول مرة وانا سوبر اعمل دور تاني يعني. حاجة كل الشباب ما تلعبوا، كل ما تلعبوا اللعبة ديت كل ما تتعلموا حاجات منها كتير قوي جدا. زي كده تبدأوا تتعلموا تعملوا بيت كل حاجة اللي انتوا عايزينها. تبدأوا برضو تروحوا الكروين وتصنعوا وتعرفوا تعملوا ريدستو. هتبدأوا تتعلموا لما تلعبوا اي لعبة زي دي بالظبط، حتى اللي كانت مزيفة برضو فيها بني. ستة اربعة طبعا كل ما تعملوا هتعرفوا ان انتوا اللي ديت تكره اتعلمتوا ازاي تعملوا بيوت كبيرة من غير ايه ما تكونوا كريتيف وتطيروا وتعملوا من غير الحاجات ديت فاهمين.
عشان كده حابب اقول لازم اول حاجة تتدربوا، مش لازم يعني من اول مرة تتعلموا اللعبة. في ناس كتير اوي عشان تعرف تصنع، تعرف تلعبها، تعرف ايه السبب. عشان كده اصبروا. شكرا. لا ما شاء الله، ايه ده، البيت اتعمل بسقف بجد. طبعا ده اتوقع تسرع على ما خلص. اوكي اوكي يا شباب، انا كده اضطر اقول يعني ان احنا خلصنا حلقة النهارده، واوريك والله شكل البيت يعني ده شكله ايه. طبعا ده شكل البيت من الاخر يعني كده. شوفوا خلصنا حلقة النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.